لو انت دلوقتي هتتجوزي شخص، هل من الضروره ان هو يكون غني؟ لا خالص، اهم حاجه مش الفلوس نهائي. ممكن انا وهو، يعني انا اصلا اقتناعي تام او في البيت اتربيت على كده وتعودت على كده، ان الواحده اللي بتعمل واحد وبتحافظ على فلوسه، والواحده اللي بتخلي الواحد ولا حاجه ومش بتحافظ على فلوسه. طب بتتجوزي بكام ذهب؟ يعني لو دبله مش هتفرق. هي دي بنات اللي هي بنت الاصول، بنت البلد اللي من رود الفرج، ده اسمه تربيه على الاصول يعني، فاهم؟ لو اتجوزتي هتكتبي قايمه؟ او طبعا قايمه بقى وجرامات والكلام. اتجوزي بكام جرام دهب؟ 100-150 كده. اختي مخطوبه يعني، اختي كده، احنا كده عندنا في العيله سلو العيله. سلو العيله 150 جرام، 150-200 بقى كده. وانت انت عارفه 200 جرام ده يعني كام؟ يعني كام 200 جرام؟ طب بقول لك ايه، اضربوها لي كده 2000 في 200 عشان اتجوز سحر في الاخر. 200 جرام ليه؟ عشانك اصلا يعني، والله العظيم عشان اي بني ادم. سيبك من اي بني ادم، ايه الفكره اصلا للقايمه؟ الفكره ايه القايمه؟ الحاجه اللي انا جايباها والحاجه اللي انت جايبها، صح؟ بس ليه بقى نكتب بقى 200 جرام ذهب؟ عشان لما اجي اطلقك. لا مش عشان لما تيجي تطلقني، افرض انت دلوقتي واحد مش كويس، انا اسفه يعني مش انت، اي واحد. خد ان احنا بنقول امثله، مثلا حد مش كويس ومثلا صحي تاني يوم الصبح راح بقى عايز يطلقني وخلاص، ايه بقى رد فعلك؟ هقشطه؟ لا مش هقشطه. هل في بني ادم يستحق 200 جرام؟ انت عارفه يعني كام؟ يعني انت عايزه الشاب الشقيان اللي طالع عين امه شغلانه واتنين وتلاته يدفع من دم قلبه 200 جرام ذهب؟ 100 في 2000 ب 200 يبقى 400 مثلا، يعني كام؟ يعني 400 على كده. ثواني، انت هتكتبهم هو انت يعني هتدفعهم او هتجيبهم؟ لا ما افرض. طب وتطلق ليه؟ انت في نيتك الغدر ليه؟ يبقى انت في نيتك الغدر. افرض انت طلعتي وقت ايه ده؟ دلوقتي في اتوبيس تمام راكب فيه 50 شخص تمام، كل نص ساعة بينزل شخص تمام، يبقى في اليوم هينزل كم شخص؟ كل نص ساعة بينزل شخص، هينزل كام شخص؟ اتوبيس فيه 50 شخص، كل نص ساعة بينزل شخص، 25 ازاي؟ جبتيها 25 ازاي؟ ازاي صح؟ اتوبيس في 50 شخص، كل نص ساعة بينزل شخص، يبقى في كم شخص؟ ما انت ما قلتليش اصلا عدد الساعات عشان اعرف. في 50 شخص ازاي بقى؟ مش فاهمة، انت قلت كل اتوبيس في 50 شخص، ال 50 هينزلوا. ايوه احسبها كده. لا ده حوار بقى، هما ال 50 هينزلوا على فكرة. انت لو حسبت غلط. لا هينزلوا ازاي؟ لا هو انت لازم ده 48 شخص صح؟ 49 شخص والله لا لا هو هينزلوا كلهم، انت لو حسبتها هينزلوا كلهم. ايوه قولي لي حاطه ايه في وشك بجد؟ حطيت الاول فونديشن، بعدها رحت حتى ايشادو، بعدها حطيت الايلاينر، بعد كده حطيت المسكره. طبعا عامله مايك بليدنج اكيد البنات يعني البنات عارفاه دوت. بعد كده حطيت روج بقى وهايلايت. والله جميل، بص على طبيعتها. بص انا مش حاطه ميك اب اللي هو اوفر على فكره، انت شايف ان الميك اب اوفر؟ الجمال الطبيعي اهم. بس طب ماشي، وانت شايف ان انا مقفوره زي البنات بقى اللي بتدهن بويه دي وما اعرفش ايه والكلام ده؟ اكيد لا، ان احنا مش هنبقى منافقين وهنطلع من اللقاء ده عادي كويسين زي مع بعض. ماشي قول. والله الميك اب كتير اوفر، حتى كتير وزي البنات اللي بتبقى عامله زي البوهيه دي. لا والله مش حتى بوهيه يعني، فين ده؟ فين البوهيه؟ فين اشتغلونا؟ لا مش حتى بوهيه. ومش وريني صورتك. وريني صورتك في البطاقه. مسجونه 16 مره، مسجونه حرفيا. تعالي كده جنب البطاقه، استنى عشان بجد الفرق مش كتير. الفرق مش كتير خالص، كانت واخدة حكم. هسألك سؤال في الإنجليزي والله سهل، خليكي مركزة عشان تقولي بصوت عالي وأنا جاوب. ماشي. How old are you؟ بيقول لي How old are you؟ أيوة كم عمري؟ 22 سنة. لا بالإنجليزي بقى. ما لا مش عارفة. 22 بالإنجليزي مش عارفة. I am إيه؟ إيه؟ لا علي صوتك أكتر. I am 22 years old. اليوم مين؟ كرا
كرامتي فوق اي شيء. انا احفظها لك. I am 22 years old. قولي على بعضها بقى. I am 22 years old. I am 22 years old. مين old ده؟ طب قولها تاني. old. I am 22 years old. مين old؟ مين اللي جاب old؟ تعالي. I am 22 years old. مين old؟ مين الار اللي بتيجي؟ ايه الار دي بتيجي منين؟ I am 22 years old. والله قلتها صح. قلتها صح. من 1 ل 10 بالانجليزي. قولي ايه؟ قولي هو شوفي عشان لو اتلخبط. من 1 ل 3 4 5 6 7 9. قلت ايه بس؟ لا انا قلت غلط. قبل بعد ال 6 ايه؟ بعد ال 6 ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7. تعالي بس عشان في حاجه رزعت في ودني دلوقتي. ثانيه واحده. بعد الفايف ايه؟ طيب بعد 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 الستة ايه؟ سفن. مين؟ سفن. عارفة يعني ايه قطة بالنسبة؟ كات نيو. طيب يعني ايه كلب؟ دب. يعني ايه قرد؟ قرد. بولينج. ايه؟ بولينج. علي صوتك. مونكي. مصنفة نفسك كبنت ايه؟ يعني مثلا سرسجية، رقيقة، هادية. كله. طيب وريني الثلاث شخصيات. اول شخصية اللي شخص اللي هو بتكلم عين. ماشي. صنف. رقيقة بقى. رقيقة؟ ايه ده وانا مش رقيقة؟ ايه الصدمة دي؟ انا مش رقيقة كده؟ يعني خدت طحن خواطر. ايوه هادي. مش قصدي والله. والله انت رقيقة وكل حاجة بس مش قصدي. ده شمتني. والله العظيم ما مش قصدك ايه؟ عليك عليا والله. لا خلاص مش ورينا بقى الشخصية الرايقة. حالها خليها بحالها حالها مش هجر شكلها شكلها انا عارف انها هترجع تاني بمزاجها. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لكن الميك اب لا الميك اب انا حتى ميك اب خفيف لكن والله العظيم حتى ميك اب كتير ما تحوريش بقى بيقضي وبيحنف هينفذني 15 20 حاجه مش حاجه مش هغيره اهم حاجه الجمال الطبيعي بس ما كل ده طبيعي اهم حاجه ايه والله العظيم اهم حاجه اهم حاجه الجمال الطبيعي تقول لك ما بهدش وهتلاقيها منزله بتنزل صور تقول لك نو فلتر ها صح لا لا والله احنا كلنا فلاتر هاتي هاتي ما تخافيش مش هوريهم الرقم كام لا وغير الرقم انت هتوريهم شكل المعزه ده بجد وريني بجد اقول حلو ولا بص انا شغاله بقالي 4 سنين ومعتمده على نفسي فين الشغل لا هو انت لازم لا والله مش شغاله في حاجه عيب والله ولا حرام بتضايق والله ماسكه مكانه كده لا تعالي نعد كام حاجه ماشي. يلا قلتي ايه الفونديشن ما يتحسبش عشان انا بيضاء اساسا انا حاطه ايلاينر حتى فونديشن ايه ده لا بجد كتير والله مش كتير فعلا انت قلتي هتمسحي الميك اب امسحه عادي عشان انا كده كده من غير ميك اب اموره اللي في البطاقه مين بامانه سحر والله ما انت كان معاك البطاقه ما خدتش بالي لسه سحر موافق ان اللقاء ده انت بس منتجه منتجه وطلعني شكلي حلوه انا اموره بس كده انا اموره بس طلعني حلوه اكتر بجد ايه مميزات شكلك انت من وجهه نظرك انا الحلاوه ايه الحلو فيا ان كل حاجه فيها صغيره بس اكتر حاجه وحشه فيا بقى انا بحترب بنفسي دول حاجه زي الزفت والله العظيم وناس كتير مانعين نعمل تقويم ليه معرفش عارفين في ايه مش عارفه اكيد ناس كتير اللي مانعين في البيت وكذا حد واصحابي بيقولوا كده هم لاقين زي الاول لاقين عليك السر خلاص مش هعمل تقويم نو تقويم موافق ان اللقاء موافق اللقاء لو نازل ما ينفعش عارفه هات كوميكس بطريقه ماشي مش مسؤولين عن الكوميكس عارفه بس اكيد ان شاء الله الناس يعني مش تكتب متاكده ان اللقاء مش هيعمل لك اي مشكله تقولي حاجه تانية لا عايزه اقول للناس بالراحه عليا في الكومنتس بالراحه ده انت طحنت خواطري ده انا هروح اقطع شرايين ايدي وانا ماشيه بس انبسطتي ولا لا والله لا انبسطت وان شاء الله هبسط الناس زعلانه مني لا خالص والله لا والله بجد زعلانه لطيف لا حد لطيف